أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في شرح توضيحي لما سيتم إعطاؤه في الأسبوع العاشر من مادة التربية الإسلامية للصف السابع، حيث سيتم إعطاء موضوع عن إنسانية الإسلام وتطبيق مشروع صغير لهذا الموضوع مع حل الأسئلة الخاصة به. إذن قبل أن نبدأ لابد من ذكر الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. أهداف الدرس: سأقوم بتوضيح محتويات الأسبوع العاشر من مادة التربية الإسلامية، بالتعريف بالمقصود بإنسانية الإسلام ومظاهر إنسانية الإسلام. أذكر أعزائي الطلاب أنك تستطيع الرجوع إلى المنصة التعليمية للاطلاع على المصادر والأنشطة التفاعلية والتقييمات الذاتية التي وضعت لتدعم فهمك للمادة. عندما نقول إنسانية الإسلام فعلينا أن نتذكر قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم قول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. القولان أعزائي الطلاب اشتركا في معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ انظر وتمعن، تأمل، ثم استخرج هذا المفهوم. نعم، إنه التقوى. كيف سيكون التقوى؟ التقوى هو الخوف من الله تعالى، ولكن كيف نطبق هذا الخوف؟ هل الخوف هو الاختباء؟ بالطبع لا، الخوف هنا بالتزام أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. لماذا نفعل ذلك؟ حتى ننال محبته ورضوانه، ونخاف أو نبتعد ونتجنب غضبه وعقابه. لماذا ذكرت ذلك؟ لأن الإسلام فيه مظاهر من التكريم للإنسان كثيرة. فإنسانية الإسلام أن الإسلام اعتنى بالإنسان وكرمه بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه، لأن الناس جميعاً خلق الله وأصلهم واحد. لذلك انظر إلى الصور الآتية ولاحظ صور تكريم الله تعالى للإنسان. ماذا تلاحظ؟ هناك صور عديدة من تكريم الله تعالى للإنسان، أي خلقه في أحسن تقويم. لقد خلقنا الله تعالى في أحسن صورة وشكل، وسخر الكون لنا. جميع ما في هذا الكون جاء لخدمتنا، ثم ميزنا عن سائر المخلوقات بالعقل والتفكير والبيان. نستطيع أن نتفكر، نتدبر، نتأمل، حتى نعبد الله عز وجل، وبهذا هو كرمنا على سائر مخلوقاته. ولاحظ أن هناك المساواة والرحمة، وهذه المساواة والرحمة أيضا من مظاهر إنسانية الإسلام. كيف؟ قبل قليل قلت: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. فالناس كافة في الحقوق والواجبات، جميعنا نأخذ حقوقنا كالأمن، الحرية، التعليم، المعتقد، العبادة، بغض النظر عن ديننا أو جنسنا أو لوننا أو عرقنا، وهذا يضمنه لنا المجتمع. أما الرحمة فقد أرسل الأنبياء جميعهم رحمة للناس حتى يكونوا أدلاء لنا، وهذه الرحمة شملت الناس جميعا دون النظر لجنسهم ودينهم. فقد أرسل الله تعالى سيدنا محمد وقد قال في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا ذكرت مظاهر قليلة جدا من مظاهر إنسانية الإسلام. المشروع الذي ستنطلقون منه هو البحث عن مظاهر أخرى لإنسانية الإسلام وجدت حولك، والبحث عنها أنت ومجموعتك.
في النهاية أتمنى أن أكون قد قدمت الفائدة، وأراكم في دروس قادمة. إلى اللقاء.